وللحديث أكثر عن هذا البيان معنا عبر الهاتف النائب الدكتور هشام العشيري عضو مجلس النواب. مساء الخير سعادة الدكتور. وبالإشارة إلى البيان، من المعروف أن البحرين هي دولة مؤسسات وقانون، ما الذي من الممكن أن تقرأ من هذا البيان وحق النواب في أن يوجهوا المجتمع في الحفاظ على هذه الدولة للمؤسسات والقانون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكركم على هذا اللقاء وإعطاء الفرصة للتعبير والتوضيح عن أسباب إصدار هذا البيان. البيان هذا إحنا الكل يعرف أنه مع بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد حفظه الله ورعاه، أن الدستور والميثاق العمل الوطني كفل حرية التعبير إلى الجميع، وعندنا في البحرين ما شاء الله الكل يقدر يمارس حرية التعبير من خلال عدة وسائل وعدة منصات، والآن مع التطور التكنولوجي منصات التواصل الاجتماعي الإلكترونية الكل يعبر عنها. وتوجيهات جلالة الملك كانت واضحة في كل المناسبات، إن ضمان وضمان وضمان حرية التعبير والحفاظ عليها، لكن بما لا يمس السلم الأهلي، بما لا يثير مضرة، بما لا يثير الشقاق. الكل طبعا احنا كمواطنين نرفض المساس، نرفض المساس بوحدة المجتمع وتلاحمه. المجتمع البحريني طول عمره مجتمع يمتاز بالتنوع، بالترابط بين الناس، لكن إذا تم استغلال هذه الحرية واستغلال حرية التعبير بطريقة خاطئة راح تثير إلى مشاكل وراح تعم الفوضى، الكل راح ينزلق إلى الفوضى. نعم نحن نؤكد على حرية التعبير، نضمن حرية التعبير، لكن في الإطار السليم، الإطار الصحي، الإطار اللي ما يسبب مشاكل، اللي ما يضر بالناس، الإطار اللي ما يمس بسمعة الأشخاص بسمعة المؤسسات. للأسف البعض فهم حرية التعبير واستغلها استغلال سيء. مو صحيح ان شخص يفتح له مثلا موقع تواصل اجتماعي ويعطيه اسم اللي احنا نسميه اسم مستعار، ويبدا مثلا يفتح منصات الى الشتم وضرب في سمعه الاشخاص. يعني هالاشخاص اللي موجودين لهم عوائل، لهم تاريخ، لهم اعراض، فليس من الصحيح ان يتم الضرب فيهم والاساءه لهم. هذا كله راح يسبب شنو؟ راح يسبب تدمير للمجتمع، راح يثير الحساسيات والكراهيه. نعم ان احنا مجتمع متنوع، مجتمع فيه اختلافات، لكن الاختلاف مو معناته ان انا اسقط الاخر. في حريه راي، انا ممكن اتفق معك اليوم بكره اختلف معك، لكن مو معناته انك تسقطني. دكتور هشام، انتم كسلطه تشريعيه دوركم التشريعي والرقابي في هذا المجال؟ الدور التشريعي والرقابي عندنا احنا راح يكون من خلال التشريعات. التشريعات هي تكون من خلال سن القوانين او تعديل القوانين. موجود عندنا في البحرين الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية. الجرائم الإلكترونية يجب أن يكون في قانون يسهل لهم عملهم ويتيح حماية الأشخاص وسمعة الأشخاص. انتقدوا، بالعكس القانون راح يسمح بالنقد البناء. انتقد واكتب اللي تحتاجه، اكتب اللي تشوفه أنت مناسب، لكن دون أن تمس بشلهم، أنك تمس بسمعة الأشخاص، هذا الأهم. ويكون ليس فقط دور النواب هذا الموضوع، يعني شيوع ثقافة التعبير، شيوع ثقافة النقد، مسؤولية المجتمع بالكامل من خلال وزارة التربية، مؤسسات المجتمع المدني، رجال الدين، الصحافة والإعلام، والنواب والأمن، كلهم راح يكونوا يتكاتفون في هذا الموضوع. نعم، النائب الدكتور هشام العشيري عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.